في أول خروج إعلامي للأمين العام للأمم المتحدة عقب مسيرة الغضب التي شهدتها العاصمة الرباط صبيحة يوم الأحد، والتي شارك فيها مئات الآلاف من المغاربة الذين قدموا من مختلف ربوع المملكة احتجاجا على تصريحات بان كي مون حول قضية الصحراء المغربية، أعرب هذا الأخير عن غضبه وخيبة أمله من المظاهرة التي استهدفته شخصيا، وعن اندهاشه من البيان الذي أصدرته الحكومة المغربية. نحن مع نداء الوطن ونرفض بقوة رفضا تاما تصريحات غير المسؤولة التي وصف بها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الصحراء المغربية، ونعتبر أن هذه التصريحات تهدد جهود المغرب الرامية إلى إيجاد حل سلمي لقضية الصحراء المغربية، وكذا جهود المجموعة الدولية الهادفة للتوصل إلى تسوية للنزاع في الصحراء، ولا تليق بمنظمة دولية مثل الأمم المتحدة الساعية نحو إحلال السلام والاستقرار في العالم. والمغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يعني أوجعنا كثيرا وألمنا كمواطنة مغربية. أنا عندي الوطن من طنجة إلى القويرة، لازم الصحراء تبقى مغربية. وبالنسبة لي كمغربية وأفتخر عندي الله سبحانه وتعالى هو الأول ثم الوطن والملك. يعني هذه احنا واحد شيء لا نتنازل على أي شيء في الوطن ديالنا. كثير من الجزائريات صديقاتي وإحنا أصحاب وإخوة كثير يعترفون بأن الصحراء مغربية، وأن هذه الخلافات وراءها مقاصد الله يعلم بها. يعني وهذا الرأي، حتى هذا الرأي الله يعلم به من أين أتى، هذا الرأي ديال السيد بان كي مون. وعبر أفراد الجالية المغربية المقيمة في سويسرا شأنهم في ذلك شأن باقي الجاليات المغربية في مختلف القارات شجبهم للتصريحات اللامسؤولة والمستفزة للشعب المغربي، والتي أدلى بها بان كي مون لوسائل الإعلام الجزائرية، معتبرين أن هذه التصريحات تشكل انحرافا خطيرا عن الأهداف التي أنشئت من أجلها الأمم المتحدة والمتمثلة في حفظ السلم والأمن الدوليين. كما أكدوا عن استعدادهم للتضحية بأرواحهم مقابل عدم التفريط في حبة من رمال الصحراء المغربية تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس. نحن كجالية مغربية مقيمة بسويسرا نرى أن التصريحات الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة لا تدعم بأي حال من الأحوال مسلسل تسوية قضية الصحراء المغربية، خاصة وأن المغرب كان سباقا دائما إلى طرح مبادرات ترمي إلى إيجاد حل سلمي لقضية وحدتنا الترابية، كان آخرها مقترح الحكم الذاتي. لذلك نرفض هذه التصريحات جملة وتفصيلا. التصريحات ديال السيد الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون تصريحات غير مقبولة وانزلاقات غير مسبوقة في قضية الصحراء، اللي هو يعني ملف طويل من 40 سنة احنا تنعرفوا هذا الملف، والمغرب تيحاول يعني يحل هذا المشكل بطرق سلمية. هاد الانزلاقات غير مقبولة، وكذا الانحناء لعالم مزيف فوق الأراضي المغربية غير مقبولة نهائيا، وحنا نعتبر هذا انحياز وتحول الحكم إلى خصم أو إلى طرف النزاع. وقد أصدرت الحكومة المغربية في وقت سابق بلاغا عبرت فيه عن احتجاجها القوي على تصريحات الأمين العام للأمم بان كي مون حول قضية الصحراء المغربية، مؤكدة أن هذه التصريحات غير ملائمة سياسيا وغير مسبوقة في تاريخ أسلافه، ومخالفة لقرارات مجلس الأمن، كما أنها مسيئة وتمس بمشاعر الشعب المغربي قاطبة، مسجلة باندهاش كبير الانزلاقات اللفظية وفرض الأمر الواقع والمحاباة غير المبررة للأمين العام للأمم خلال زيارته للمنطقة. نحن الجالية المغربية بسويسرا نؤكد بمغربية الصحراء ونندد بما قال الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون. الواقع يقول أن بان كي مون كأول مسؤول يجب عليه الالتزام بالحيادية في مشاكل كهذه، لذلك لا يمكن أن يقول كلمات كتلك دون تحريض من جهات أخرى. ومهما كان المحرضون فالمغرب لن يسمح لهذا الاستفزاز أن يمر مرور الكرام. فما بالك بالجالية المغربية المقيم بسويسرا التي تندد وترفض هذا التصريح ولن تسمح بشبر من أراضينا المغربية ولو على جسدنا حتى يرضى الله الأرض ومن عليها.
تصريحات بان كي مون حول قضية الصحراء المغربية، وقبله مطالبة البرلمان الأوروبي الأمم المتحدة بتكليف المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، وقائع تطرح أكثر من علامة استفهام حول أداء الدبلوماسية المغربية مقارنة بأداء خصوم وحدتنا الترابية الذين ما فتئوا يستخدمون كل الوسائل المشروعة والغير المشروعة من أجل كسب عطف أكبر عدد ممكن من الدول للاعتراف بالجمهورية الوهمية. إجماع مغربي في الداخل والخارج حول الوحدة الترابية للمملكة، وتنديد بالتصريحات اللامسؤولة للأمين العام حول قضية الصحراء المغربية. ولكن إلى متى ستظل الدبلوماسية المغربية تستنجد بالشعب المغربي، سيما وأن حل قضية الصحراء المغربية يصنع خارج البلاد في علاقتها مع المؤثرين الكبار وصانع القرار على مستوى المنتظم الدولي؟ غالي محمد رشاجدة، زوريخ.